بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس علي ناصر، خبير سوليد وركس المعتمد. في الفيديو ده هنوضح ازاي تمتحن اي امتحان على موقع سوليد وركس، وهناخد امتحان سامبل اكزام كده للشيت ميتال ونبدأ نحله. هنبدأ نخش الاول على الاكسبلور بتاعنا ونكتب سوليد وركس سيرتيفيكيشن سنتر هنا في السيرش، سوليد وركس سيرتيفيكيشن سنتر، وتخش على سيرتيفيكيشن سنتر وتبدأ تعمل داونلود للتيستر بتاعك، الفيرشوال تيستر اهو، تنزله عندك في اي مكان وتعمل سيت اب عادي، دوس اي جري ونستول نيكست نيكست، مفيش اي مشاكل. هيبدأ يتسطب كده، هتشتغل بالانجليش طبعا. دوس كونتينيو. لو انت اول مرة يعني تفتح البرنامج وملكش اكاونت على سوليد وورك، هتبدأ تملأ الابليكيشن عادي، الاسم وعنوانك والايميل والبلد، وتدوس اوكي وكونتينيو تمام. لكن لو عندك حساب هتدوس اوريدي وتبدأ تكتب الايميل والباسورد اللي انت عامله على الاكونت بتاعك على السوليد وورك تمام. طيب هتدوس كونتينيو، هيبدأ يتصل بالسيرفر ويظهر لك الامتحانات بقى اللي انت ايه اشتريتها. طبعا بياخد ثواني على ما بيحمل. بيفتح معاك بالمنظر ده، بتبدأ تشتغل على الامتحان اللي انت عايزه. يعني مثلا لو انا همتحن شيت ميتال، هاخد دوس على شيت ميتال وابدأ اختار اللغة وليكن انجليش وادوس ستارت اكزام تمام. بس احنا مش هنبدأ الاكزام، هندوس اكزيت، هنروح على موقع سوليد ووركس نفسه، نكتب سوليد ووركس اكزام مثلا، سوليد ووركس شيت ميتال اكزام. نبدا نخش على الاكزام بتاع سوليد ووركس اللي هي بيبقى الشهاده اللي هي اختصار سي اس دبليو بي اي، اللي هي شيت ميتال او سيرتيفيكيشن سوليد ووركس بروفيشنال ادفانسد شيت ميتال تمام. الامتحان بيبقى ساعه ونص، 90 دقيقة تمام. لازم تجيب فيهم 75%، لازم تكون مغطي النقط دي قبل ما تخش تمتحن، يعني تذاكر النقط دي كلها قبل الامتحان. طبعا لو انت عايز تخش اي امتحان تاني برضو بنفس الطريقة مفيش اي مشاكل، هتختار يعني مثلا دوست على اسوسيت، الامتحان بتاع الاسوسيت برضو دي النقط اللي انا المفروض اكون مغطيها، وابدأ اشتري الامتحان من هنا، ادوس بورشوز بورشيز شراء الامتحان، بيوديني ايه على الصفحة اللي فيها شراء الامتحانات اهي بالمنظر ده، وادوس اد كاريت مثلا لو انا هشتري الامتحان ده، وادوس فيو كاريت وابدأ ايه املى الابليكيشن بتاعي، املى اسمي والعنوان وهكذا، واكتب هنا بيانات الفيزا بتاعتي واعمل ايه تشيك اوت كده انا اشتريت ايه الامتحان. طب احنا مش هنشتري، هنتدرب على امتحان وليكن امتحان الشيت ميتال. هاجي هنا اختار شيت ميتال واجي على اليمين هلاقي فيه سامبل اكزام، هختار سامبل اكزام، هيفتح لك شكل الامتحان هيبقى ايه، النقط بتاعته ايه، المفروض ان انت يبقى الجهاز بتاعك متسطب عليه النسخة بتاعت الفيرشال تيستر اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. دي خطوات التسطيب ما فيهوش اي حاجة، نيكست نيكست وتعمل اكاونت وتبدأ تخش على الامتحان اللي انت عايزه. طيب تعال نشوف بقى اكزامبلز من الاكزامبل ديت اللي هم حاطينا في السامبل تيست. هنعملها كده في باوربوينت، تعال نخش عليه، هنبدأ نشتغل على الاكزامبل رقم واحد ده. تلاقي هنا الاكزامبل بتاعك هو محدد لك في الاول اليونت اللي انت تشتغل بيها، فلازم تلتزم باليونت دي.
لازم تلتزم بالديسيمال بليس اللي هي ايه، التقريب بعد علامة عشرية، يعني 1 و2 من 10 مثلا، 61. هنا قال لك قرب الرقمين بس، يعني ما يعني كل الارقام اللي انت تطلع النتائج ما تزودش عن رقمين تقريب. الخامة اديها لك، والدنست بتاعتها، والسكنس بتاع الشيت، والريديوس بتاع البنت، وان مفيش تريم اون، يعني في تريم، شغل التريم لو انت هتعمل تريم لاي حاجه زياده، ومديك شويه بارامتر اي بي سي دي، وعايز يحسب الكتله للجزء ده. طيب في الاول كده، يعني دايما هو في الامتحانات بتاعه السوليد ورك بيحب يدي الابعاد بتاعته ببارامتر بايكويشن. فانت في البدايه هتخش على السوليد ورك وتبدا تدوس نيو بارت، وتخش على تولز، ومن تولز تختار ايكويشن، وتخزن البرامتر بتاعتك، البرامتر اللي هي A B C D. تمام، 180 150 15. هبدأ ادخلها، هاجي هنا في الجلوبال فاريبل وادوس ايه وانتر، واكتب 180. نشوف الارقام تاني، 180 100، ب100، والسي هنا السي 50، والدي 15. انا بكتب اسم البرامتر والفاليو بتاعته. تمام، احنا هنا عندنا 180 150 15. كده خزنت ايه البارامتر بتاعتي، بحيث ان انا محب اغير اي ابعاد، مجرد اخش اغير في البارامتر في الايكويشن فيظبط الموديل اللي ياخد الابعاد الجديده اللي انا حطيتها، بدل بقى ما اخش اعمل اعدل في جزء واحط البعد فالابعاد تضرب من ناحيه ويحصل ايرور. هنا هيظبط الابعاد كلها، تظبط معاك مره واحده. هدوس اوكي، نبدأ بقى نرسم البارت ده. تعال ناخد الصورة دي وانت داخل الامتحان. يفضل يعني تكون بتمتحن على شاشتين، يعني ايه؟ يعني يبقى عندك جهازين لو متاح، يعني جهاز بتعرض عليه، بيبقى عليه البرنامج بتاع الامتحانات، بحيث ان انت شايف السؤال، وجهاز تاني بتمتحن عليه، بتبدأ تحل عليه. تمام، ده لو متاح، لكن لو مش متاح خد الصورة دي كوبي او شوت سكرين، او قسم الشاشة نصين وابدأ اشتغل. طيب هنبدأ ناخد سكتش الجزء ده، وليكن مثلا على الفرونت، ندخل الصورة عشان نشوف بنرسم ايه. جزء بسيط، لو بصينا كده في الاول عايزين نعرف نقرأ مفتاح الرسم بتاع الجزء ده، يعني الجزء دوت ممكن انا اعمله بيس فلانش، واقعد اعمل ايدج فلانش لكل النواحي دي، او بمنتهى السهوله شايف حرف اليو ده، اسف حرف او حرف اليو او حرف السي، ممكن اروح ارسمه على طول واعمل له بيس فلانش بالمنظر ده. وندي شويه الابعاد بتاعتنا، هنقول تعالى ندي علاقة ان ده وده ايكوال، وندي الابعاد بتاعتنا الارتفاع دوت هيكون هو بي، ارتفاع كله. ها هتدوس يساوي، ومن جلوبال فاريبل تبدأ تختار الفاريبلز اللي انت حطيتها في الاول بتاعت الايكويشن. تمام، هي كام هنا؟ بي، هختار بي، فاوتوماتيك ايه هتلاقي في سميشن ظهرت، دي معناها انها مربوطه بمعادله. طيب وده هنعرفه ان هو سي، هندوس يساوي، لازم تدوس يساوي عشان تظهر معاك الجلوبال فاريبل. تمام، واختار سي وادوس صح. طيب ده اللي انا ممكن اعرفه دلوقتي. تلاقي السكتش بقى فول ديفايند، اخرج من السكتش، هروح على شيت ميتال، اديول شيت ميتال، وابدا اعمل بيس فلانش. هنعمل بليس فلانش، خليها الناحية التانية كده.
البلايند دايركشن او الاكسترود بتاعتك هيكون بقيمة الايه، هاجي هنا وادوس يساوي ومن جلوبال فاريبل اختار الايه، تمام كده ربطنا بالايه. لاحظ بس خد بالك من نقطة مهمة، احنا يعني عملنا السكتش، الخط ده عبارة عن خط على شكل حرف سي، فلازم اخلي كل الابعاد بتاعتي داخل الخط ده، تمام؟ يعني انا بنيت على اساس كده، يعني بنيت الابعاد بتاعتي على اساس كده. يعني ازاي بقى؟ خد بالك، شايف الجزء ده كده، لو وقفنا بشكل عمودي عشان توضح لك الفكرة، شايف التخانة دي لازم تكون فوق الخط مش اسفل الخط. طب ايه اللي خلاك تقول لازم؟ لا، هو الجيومتري بتاع الشكل كده، تمام؟ احنا بنينا الشكل بالمنظر ده. طيب هنبدأ نخلي، لو احنا عايزينه يبقى تحت الخط بدوس هنا ريفيرس، تمام؟ بس انا عايز ايه، السيكنس يبقى فوق الخط. طيب التخانة قد ايه؟ المفروض اعرف بقى التخانة. هنا التخانة بتاعتنا 1.2، والراديوس 1 مللي. طيب هروح كده واجي هنا واقول 1.2، اهو بص عملت ريفيرس، طبعا ده مش البعد اللي انا عايزه، والراديوس 1. الكي فاكتور بقى هو هنا مش مديها لك، خد بالك مش مديك قيمتها، بس كديفولت خدها بنص، دايما خدها بنص، تمام؟ ودوس اوكي، اكسبت كده النتيجة دي. انا هقفل بس الريل فيو. تمام، يعني كده الشكل اللي بدأ يظهر اهو. هبدأ اعمل ايدج فلانش للاجزاء دي، الجزء ده والجزء ده وده، من ناحيتين شكل سيمتري. هخش اختار ايدج فلانش واختار الايدج ده والايدج ده والايدج ده كده، والناحية التانية برضو الايدج ده وده. لاحظ المايتر اللي حصل ما بين التلاتة ايدج اللي انا اخترتهم. المايتر ده مش هيظهر لما اكون انا عامل يعني عامل الجزء ده داخل ايدج فلانش واحدة، تمام؟ مش عامل كل ايدج على فلانش، تمام؟ طيب هنبدأ بقى ايه، ندي قيمة الجاب الأول. الجاب هنا هو قال لك نص اهي، بص شايف دي القيمة اللي قايل عليها دي معناها الجاب، فأنا هكتب هنا الجاب نص، تمام؟ خد بالك بس اتجاه البندنج، البندنج كده أنا عامله أوتسايد، تمام؟ لكن هو انسايد. ايه اللي خلاك تقول هو؟ لان انا محكم ان كل البعد ده لازم يكون ايه، فما مش هيزود حاجة براه، لازم اخلي كل الابعاد داخل الايه، تمام؟ فيبقى انا عايز اخلي البند ده بدل ما هو خارج كده عمل تاني للخارج، لا انا عايزه يعمل تاني من الداخل ويبقى نهايته عند الايدج ده، تمام؟ هنعملها ازاي؟ هتيجي تيجي تنزل كده بالمسطرة دي، بلايند دايما بتكتب المسافة بتاعت الايه او طول الفلانج. طول الفلانج هيكون هو الدي اهو، تمام؟ هنكتب هنا يساوي ونختار الدي، تمام؟ هنبدأ، هو خد بالك هو قايس منين؟ قايس طول الفلانشة دي اللي هو الدي من الأرض كده، من القاع للنهاية، تمام؟ يبقى هو هنا هيطبق ده مظبوط. طيب الفلانش بوزيشن بقى التاني بتاعك مفروض ان هو يبقى انسايد مش اوتسايد بالمنظر ده، فانا هختار انسايد ماتيريال عشان يتني بالمنظر ده، تمام؟ هتلاقي في زيادة ظهرت هنا معاك نتيجة للتاني الداخلي، في حتة معدن هتبقى زيادة اهي الجزء ده، تمام؟ فانا هضطر اعمل لها ايه، اعمل لها تريم. هو ممكن يقول لك اعمل تريم، ممكن يقول لك تريم اون وممكن ما يقولكش، فانت بتبص على الرسم بتاعتك. طيب انا هعمل تريم انسايد،
فينا بس احنا حاجة اخترناها مش مظبوطة. هعمل edit ال edge ده، هغير الاتجاه بتاعه. تمام كده. طيب نقرا كده تاني نشوف اي علامات ممكن ندخلها. هو هنا قال trim on. تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا كل اللي احنا محتاجينه من الجزء ده. هو ده الصح. ابدا اكمل الشكل. عندي مثلا في 3 طقوق بالمنظر ده. اتاكد بس ان البند بتاعك inside. اتاكد تاني. هعمل edge edit. تمام inside. هاجي هنا على السطح ده واقف عمودي. هنعمل ال3 طقوب دول. هخش على فيتشرز مثلا واختار، او ممكن عندك بالشيت ميتال في حاجه اسمها سيمبل هول. تمام. او تخش على فيتشر وتختار هول ويزرد. هي برضو. تمام. هختار هول، نوع الهول بتاعي، واكتب القطر بتاعه. القطر هنا مدولي قال لك فاير 4 في 6، يعني معناه ان في 6 طقوب، 3 اماميين و3 خلفيين. تعال ننزل كده بالمسطرة دي ونكتب هنا، نختار هنا فاير 4 اهي. خلي التايب بتاعك ثرو اول. خش على البوزيشن واختار السطح ده يكون البوزيشن، وارمي ال3 طقوب كده على السطح ده مؤقتا. وبعد كده ايه نديهم ابعاد. تعالى ندي ابعاد بقى عشان نعمل ايديت تاني. بوزيشن ندي ابعاد. لاحظ لما بتدوس بوزيشن بتفتح معاك ايه سكتش. هنختار الجزء ده من هنا لغاية هنا ونكتب البعد ده اللي هو 50، ومن هنا من الايدج ده لغاية النقطة دي البعد 9 مللي، ومن هنا لغاية هنا 9 مللي، ومن هنا لغاية هنا 10 مللي. تمام. طيب ايه تاني؟ الطوب اللي تحت ده هنديله نفس القصة، من هنا لغاية هنا 9 مللي. فممكن نديله علاقة فيرتيكال مع الطوب اللي فوق بدل ما ندي بعد. طبعا بدوس شيفت وبختار الحاجة اللي انا عايز اعمل ما بينها ايه علاقة. هدوس فيرتيكال، هدوس اوكي، هندوس صح كده. ايه عملنا ال3 طقوب بتوعنا. هنبدأ نعمل القطعية ديت. هاجي هنا وادوس عمودي واقف واخد سكتش. هعمل مستطيل كده بسيط وابدأ ادي ابعاد البعد من هنا، مش لازم من السنتر، خليه من الايدج كده، من الايدج ده لغاية هنا 30. تمام. ومن هنا لغاية القاع 30 برضو. طيب الارتفاع كله كام؟ ده 40 وعرضه 20. طبعا لازم تكون بتعرف تقرا الرسم بسرعة، يعني الامتحان محتاج سرعة شوية. هنبدأ نخش نختار نعمل تشامفر. هتلاقي مع اخوه فيلتس. التشامفر بتاعنا هيكون ديستنس ديستنس بس مش ايكوال. هنبقى واي ب5 والاكس هتبقى دي 20 ناقص 15، 5 5 على 2 ناحيتين 2.5، 2.5 كده و5، يبقى في الاكس 2.5 وفي الواي 5
وابدا اختار النقط اللي انا هعمل فيها ايه تشامفر، النقطه دي وديت ودي ودي. طبعا ممكن اعمله بفيتشر عادي يعني، مش مشكله. هدوس اوكي واخرج من السكتش واروح اعمل كات، اكسترود كات. خليه كات ويز لينك تو سيكنس عشان يقطع السيكنس بس بتاعت تخانة الشيت، ودوس اوكي. اهو كده احنا خلصنا البارت دوت، او السؤال الاولاني من امتحان السامبل ده. سامبل مطلوب ايه هنا؟ مطلوب ان احنا نحسب الاوفرول ماس بالوحدة بتاعتها بالجرام. هبدأ اخش على البرنامج واخش على ايفالويت ماس بروبرتيز واشوف الوحدة عندي الكتلة طلعت بكام. كتلة 46.52 جرام. طيب هنا الكتلة 125. طيب يبقى الموضوع لسه فيه حاجة غلط، احنا بس مطبقناش الايه الماتيريال. خد بالك لازم تطبق الماتيريال، فيفضل انت يعني في الاول تطبق الماتيريال و تبدأ ترسم عشان ما تنساش. هنبدأ ندي الماتيريال بتاعتنا 1060 ألوي، ونخش نعمل ماس بروبرتيز. هتلاقي الماس بتاعتك طالعة 125.60%. تمام، فعلا نفس النتيجة اللي هنا 125.60%. يبقى انت كده ايه صح. طبعا انت هتجرب معايا. طيب نخش على الايكويشن 2. الايكويشن 2 بيقول لك ابديت البارامتر اوف انيشال بارت، يعني هنعمل تحديث للبارامتر اللي احنا عملناها في الاول. ايه هي البارامتر اللي هي اي بي سي دي؟ تمام. طيب هو يعمل لها تحديث بالقيم الجديده دي 210 40 18. هبدا اخش على البرنامج واجي هنا على الشجره الاقي في ايكويشن، اعمل كليك يمين عليها واعمل مانج ايكويشن. اكتب هنا بقى 210 40 10 تقريبا. نرجعهم تاني 18. طيب كده احنا عملنا ابديت للايه للبارامتر القديمه، وادوس اوكي. تلاقي الابعاد بتاعت الجزء ده هتتغير دلوقتي اوتوماتيك، لكن انت لو عملتها بشكل مانوال هتاخد وقت وهتلاقي ابعاد بتضرب معاك وبيحصل مشاكل في السكتش. فلازم تشتغل بصوره الايه البارامتر ان انت تعمل ايكويشن بالمنظر ده. طب هو هل هو غير حاجه تاني غير البارامتر؟ لو رجعنا كده كويتشن واحد هتلاقي نفس السيكنس 1.2 من 10 و1 مللي الريديوس. هنا برضو نفس القصة مفيش اي حاجة، هو عايز بس ايه نحسب الماس. تقرأ السؤال كويس. ها نقرأ السؤال كويس وانت بتحل. هبدأ اخش احسب الماس تاني بعد ما غيرنا الابعاد. ماس بروبرتس طلعت 133.37%. فعلا 133.37%، يبقى احنا كده صح. طيب ايكويشن 3. طبعا الاسئلة دي هو سوليد وورك اللي جايبها لنا ايه تيست ايكويشن موجودة، وكمان مدينا الايه الفاينل انسر تحت عشان تراجع لنفسك. فده سامبل مش الامتحان تمام يعني، بس امتحان شبهه يعني. طيب هنبدأ نخش على كويشن تلاتة. وبيقول لك ابديت بارامتر انيشال اللي هو غير برضو في الاي وبي وسي دي بالقيم الجديدة دي. تعال نخش نغير في السوليد ورك، نيجي هنا على الشجرة وكويشن مانج ايكويشن. نقرا ديت 180 150 15. 180 150 15. وادوس اوكي. هعمل ابديت للبرامتر الجديدة. طب هل هو ده بس اللي انت عايزه؟ هنشوف. لا مش هو ده بس اللي انا عايزه. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك ضيف لي هنا ان الكي فاكتور ب4 من 10. لاحظ ان انا قلت في كديفولت البرنامج بياخد كي فاكتور بنص. ليه نص؟ يعني ارجع بقى للفيديو الجزء النظري اللي احنا اتكلمنا عنه.
هو قيمة الكي فاكتور ما بتزيدش عن النص، تمام، اللي هي التخانة قبل التاني بعد التاني على قبل التاني، القيمة دي دايما ما بتزيدش على ايه عن النص، هي بتبقى رينج من قيمة لنص معين، لنص يعني ملوش وحدة، تمام، لأن التخانة على تخانة، مليمتر على مليمتر فاكتور. طيب هنا عايزين نطبق الأربعة من عشرة فاكتور ديت، هيجي هنا كده ونطبق أربعة من عشرة فاكتور. طيب طبقها ازاي؟ هتلاقي في فولدر اسمه شيت ميتال في الشجرة، هو ده اللي انت بتغير منه البارامتر سواء سيكنس سواء كي فاكتور، تيجي هنا تدوس ايديت وتختار وتغير الكي فاكتور خليه أربعة من عشرة، ودوس اوكي، اعمل ابديت كده. هنرجع للسؤال تاني، بس هو عايز يغير كي فاكتور وعايز يحسب بقى طول الافراد في الشكل ده. هبدأ اخش على السوليد واجي على سوليد شيت ميتال واعمل فلاتن واقف كده عمودي. تعال نروح على ايفالويت وابدأ اقيس طول من اول هنا لغاية هنا، تمام، الطول ده اللي هو الديستانس اللي هو طول الخط ده كله 195 و 85 من 100، تمام، مظبوط اهو 185 و 85 من 100. انا ممكن اختار الخط بس عشان تبقى يعني انا دلوقتي عشان تبقى واضح الموضوع، خد نقطة لنقطة، تمام، عشان ما تتلخبطش في الامتحان، خليك ايه من النقطة البداية لنقطة النهاية. طيب احنا كده حسبنا طول الافراد، هنرجع للشيت ميتال ونعمل ان فلاتن، نرجعه تاني كبرودكت نهائي المنظر ده. ده كويتشن رقم 3، نخش على كويتشن رقم 4 ونشوف ايه اللي هو عايزه. كويتشن رقم 4 عايز نغير كي فاكتور هو هنا مغيرش السيكنس ولا الشيت ولا الراديوس، ها هو غير كي فاكتور ل 32 من 100. هبدأ اخش هنا واجي على الفولدر بتاع الشيت ميتال واعمل ايديت واكتب 32 من 100 وادوس اوكي، يعمل ابديت طبعا. هبدأ اغير القيم الجديدة اللي هو اضافها للبارامتر، هروح على الايه بقت كام، 210 40 18، هاجي هنا على الايكويشن واعمل مانج واغيرها 210 40 18، رجعها تاني. شايف الحركة بقى اللي انا بعملها دي، كل شوية اروح للصورة وانزل واروح للصورة وانزل، دي لو انت عملتها في الامتحان وانت مش مركز ممكن تتلخبط في رقم، فخلي بالك، تمام. فعشان كده انا قلت في الاول يفضل انت تمتحن على شاشتين اذا متاح، تمام. طيب او تقسم الشاشة، هندوس اوكي كده ونعمل ابديت للارقام الجديدة ديت ونشوف هو عايز ايه في السؤال بتاعنا. هو عايز يحسب برضو طول الافراد ده في الوضع الجديد بالابعاد ديت. هبدأ اخش واعمل فلاتن واروح على ايفالويت واقيس، اسف، هنخش على ميجر، نفتح المتر بتاعنا، هنقيس من اول نقطة دي من النقطة دي تاني النقطة ديت للنقطة دي. الديستنس هنا 185 و55 من 100، هاجي هنا اشوفها فعلا مظبوط 185 و55 من 100. تعال نشوف الكويتشن الخمسة اللي بعده. هنا عايز يقول لك ايه، بيقول لك update parameter of initial part، طيب، واستخدم نفس الوحدات مليمتر ونفس السبيكة 1060 الوي اللي هي سبيكة الامونيا، تمام، والشيت ميتال سيكنس 1.2 من 10، مغيرش في اي حاجة، كل ده نفس الكويتشن اللي فات، نفس البرامتر، نفس الاعدادات اللي انا حطيتها في قبل كده. هو بيقول لي هنا يوز
same parameter as given in question 4، يعني نفس الاعدادات اللي انا استخدمتها هنا قال لي استخدمها مع الشيت ميتال، مع السؤال ده. يعني مش هغير اي حاجة، هو عايز بس احسب له حاجة اسمها bounding box area، اللي هو عايز الاريا بتاعت البلانكة بتاعت البارت، مش او الاريا بتاعت البارت نفسه. ممكن تسمى بلانكة بس احنا عايزين الاريا بتاعت البارت، لان البلانكة بتاخد خامة ازيد من خامة البارت. تعال نشوف ممكن نحسب حاجة زي دي ازاي. ازاي احسب الباوندينج بوكس؟ هنروح بس نخرج من ايفالويت ديت، نرجع الشيت انفلاتن. هخش عشان احسب الباوندينج بوكس مش هقدر اجيبها وانا في البارت، لازم اجيبها في الشوب دروينج في 2D. هروح هنا على فايل وادوس ميك دروينج فروم بارت، لازم اسيف البارت دوت، هيقول لي لازم تسيفه. طيب نسيف يا عم، مفيش مشكله. هيبدا يفتح معاك الدروينج، نختار اي مقاس شيت اللي تحبه، هختار A3 مثلا وادوس اوكي. ومن الباليت فيو هختار، او من فيو باليت هختار الفلاتن باتر بالمنظر ده، هدوس صح. فهاجي كليك يمين كده على الفلاتن بارت واختار انوتيشن، كليك يمين واختار انوتيشن تمام، واختار حاجه اسمها كات ليست بروبرتيز، واخد الكات ليست كده اهي، وادور على الايه، على الباوندنج بوكس اريا مش البلانكا، الباوندنج بوكس اريا. هشوف السؤال، اقرا السؤال كويس وشوف هو عايز ايه. فالباوندنج بوكس اريا طلع كام؟ 42963 وربع. تعال نشوف كده هنا، مظبوط نفس النتيجة. يبقى احنا كده ايه، طلعنا نتيجة مظبوطة. يبقى الباوندنج بوكس لازم يطلع في شيت درونج. طب خلاص انا مش عايز حاجة من الشيت ده، وادوس اوكي كنسل. نرجع للسؤال، السؤال اللي بعده ده كده السؤال رقم 5. نشوف السؤال رقم 6، عايز ايه في السؤال رقم 6 يا عم؟ هو استخدم نفس الخامة، هنا ضاف لي حاجة اسمها هيم جاب، يعني كده انا فهمت ان هو عايز يعمل هيم، هيعمل لف تمام. طالما اداني الجاب يبقى الهيم بتاعي اوبن، هنبينها واحنا شغالين. بس بيقول لك ريموف راوند هول ان فلانش بارت، ان فلانش ذا بارت. طيب حتى لو انجليزي برضه بتاعك مش قوي ومش فاهم يعني ايه ريموف، هتلاقي هنا ان هو شال التقوب اللي كانت موجودة في البارت القديم او في السؤال اللي قبله، هنا شايل كل التقوب. يبقى انا محتاج ان انا اشيل كل التقوب، يبقى اجي هنا وممكن اعمل سبريس وممكن اعمل ديليت بالمنظر ده تمام. طيب عايز تعمل ايه تاني؟ كرييت سيمتريكال هيمز بيلد انتو انتيرير اوف ذا بارت از شون، عايز يعمل سيمتريك هيم. بص في الجزء الامامي فيه هيم ومن الخلف فيه هيم، في اتنين هيم، وعمل قطاع هنا في النص كده عشان يوريك الشكل الداخلي بقى عامل ازاي، واداك الابعاد بتاعته. طيب هنبدأ نعمل الهيم ده، وبعد كده هو عايز يحسب الكتلة. طيب هنبدأ نعمل الهيم، هخش اعمل هيم بالمنظر ده على الجزء هنا، نختار من شيت ميتال هيم. طيب الهيم بتاعي هيبقى على الايدج ده، تعال نعمله هنا وبعد كده التاني ممكن نعمله ميرور تمام. طيب الهيم بتاعي هيبقى داخلي ولا خارجي؟ تعال نبص كده، هو كده الهيم هيبقى داخلي. ليه؟ لانه معداش الايدج ده تمام، يبقى الهيم بتاعي داخلي اهو، انسايد مش اوتسايد. لاحظ ده كده هيم اوتسايد، القطر التاني بره الايدج، لا احنا عايزينه داخل الايدج عشان يحقق نفس البعد اللي انا شايفه في الرسمه اهو تمام. طيب نرجع كده لرأس السؤال، عايزين بقى ناخد مسافه من هنا 2 ومسافه من هنا 2. هو مديك اللي الهيم جاب 1 مللي،
يعني ايه هيم جاب بقى؟ دلوقتي لو انا دخلت في انواع الهيم هتلاقي اول نوع الكلوزد، الكلوزد ده ما فيهوش غير اللينس بتاعت الفلانشة بس، تمام؟ اما الوحيد اللي بيبقى فيه جاب اللي هي مسافة ما بين اي السطح ده والسطح بتاع الجزء الاساسي، المسافة اللي ما بينهم بتسمى جاب، هي جاب ديستنس. لو بصيت على كل الانواع مش هتلاقي في حاجة اسمها جاب الا في الاوبن، في الاوبن هيم، تمام؟ يبقى انا فهمت ان هو عايز يستخدم اوبن هيم لانه اداني جاب ديستنس، تمام؟ اداني اللينس بقى بتاع الفلانشة دي قد ايه؟ اللينس 10 اهي في الرسم، جت منين؟ هاي بص 10، تمام؟ طيب يبقى انا هكتب هنا 10 واكتب هنا 1. طيب اداني معلومات تاني؟ مفيش معلومات تاني غير انه قال لي ان خد مسافة من هنا 2 ومن هنا 2. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل ايديت للهيم ويدز، تمام؟ بدل ما هو جاي من بداية الايدج ده، لا احرك ده شوية وده كمان شوية وابدأ ادي البعد 2 واقيسه. هو قايسه من هنا، خلي بالك اتجاهات القياس عشان ما تفرق معاك في الحل. اقيس من اول ايدج ده، طيب اعمل ايديت اكس سكيب كده ونختار النقطة دي وللنقطة دي ونكتب 2، نفس القصة الناحية التانية هنا لغاية هنا 2 برضو، تمام؟ هتلاقي ايه الهيم بتاعك جاي بالمنظر ده، دوس فينش، مش عايزين اكتر من كده، تمام؟ هو لازم يعمل الخلع ده عشان يقدر يعمل لك الهيم، ها؟ عشان الهيم بتاعك داخلي لازم يعمل خلع عشان ما يعملش ايه كريك. طيب المفروض اللي انا هعمل هيم ده اكرره الناحية التانية، فانا محتاج اعمل ميرور، فاروح اخد بلان في النص كده، السطح ده والسطح ده يديني ايه؟ بلان في النص اهو، واجي اعمل ميرور حوالين البلان ده للايه؟ للفيتشر بتاع الهيم دوت، هيجي الناحية التانية اهو، دوس اوكي. كده احنا ايه عملنا الهيم بالناحيتين، والخامة بتاعتنا 1060 الوي اهي، ضفتها من هنا. طيب هنبدأ نخش، ممكن نعمل ابديت ونبدأ نخش على ايفالويت. هنبدأ نخش على ايفالويت من هنا، هندوس ايفالويت، هتلاقي الكتلة معاك 138 و11%. خد بالك لو الرقم ده اكتر من 3 علامات، يعني اكتر من علامتين اسف، هتيجي هنا على اوبشن وتختار يوز كاستوم سيتنج، وتخلي الديسمينال او علامة تقريب بتاعتك رقمين بس بعد العلامة العشرية، تمام؟ عشان البرنامج او الامتحان ان هو قابل بس ايه 2 ديسمينال، تمام؟ بليز. طيب النتيجة طلعت كام؟ 138 و11%. طيب كده مظبوط. لو دخلت كده على لو بصينا على السوليد وورك هنا، الانسر كي السؤال الرقم الاخير طالع كام؟ احنا طلعنا فيه يعني في 2 من جرام، 2 من 100 جرام مش طالعين معانا. طيب خد بالك من حاجة، هنا هو بيقبل النتيجة بتاعتك بلس اور ماينس نص جرام، يعني معنى كده لو القيمة دي 137 وشوية مقبولة، لو 138 و6 من 10 مقبولة، تمام؟ فالمهم ان انت تكون في الرينج ده.